يخرج من جبال وصحاري اليمن بنصف رأس، عين واحدة، يد واحدة، ورجل واحدة، مخلوق النسناس. معكم خالد من قناة علم الأساطير. اضغط لايك لدعمك واشترك في القناة لو مو مشترك، ونبدأ في الفيديو. يوصف مخلوق النسناس بأنه كائن يشبه البشر، ولكن نفس ما ذكرت بنصف رأس، عين واحدة، يد واحدة، ورجل واحدة، فهو أقرب إلى نصف الإنسان. يتغذى على الأعشاب والثمار، وعنده قدرة على تحمل العطش، ويتحرك عن طريق القفز برجله الواحدة. وعلى الرغم من أنها رجل واحدة، فهو سريع جدا في الركض باستخدامها. مخلوق النسناس ما عندها عقل نفس الحيوانات، ولكن من الأمور الصادمة أنه يتحدث باللغة العربية، والأغرب أنه يقول الشعر، وأغلب كلامه باستخدام الشعر. يقال أن المخلوق النسناس مدينة مجهولة بين جبلين طولها 6 فراسخ، والفرسخ 5 كيلومترات تقريبا، يعني طول المدينة 30 كيلومتر تقريبا، مليئة بالزرع والنخيل والأشجار. يدخل عليها الماء من فوق فقط عن طريق الأمطار. وقيل غير النسناس أيضا تسكن هذه المدينة الجن، فلو حاول أي شخص الدخول لمنطقة هذه المدينة المجهولة يرش على وجهه التراب، ولو ما رجع وأصر أنه يكمل طريقه يخنق أو يسرع ويطيح على الأرض. كان يقوم العرب وأهل اليمن باصطياد النسانيس باستخدام الكلاب وشوي لحومها وأكلها، وكان يعرف بأن لحمها لذيذ جدا. يروي أحد المسافرين أنهم أثناء السفر اشتد عليهم الليل، واضطروا أنهم يناموا في أحد الوديان، ولما أصبح الصبح سمعوا صوت قادم من أحد الأشجار ينادي ويقول يا أبا بجير، وفي الغالب أبا بجير هو اسم أحد النسانيس. يا أبا بجير، الصبح وقد أسفر، والليل قد أدبر، والقناص قد حضر، فالحذر الحذر. فلما اشتد النهار قال المسافر كان لنا كلبان فأرسلناهما نحو الشجرة، فسمعت صوتا يقول ناشدتك، يعني طلبتك أنك تخلينا. فقال المسافر لصاحبه صاحب الكلاب دعهما، فنزل نسناسين من الشجرة وركضوا بسرعة فائقة، وركض وراهم الكلاب ولحقوا واحد فيهم، وكان قاعد يقول الويل مما به دهاني، دهري من الهموم والأحزان، قفا قليلا أيها الكلباني، إلى متى خلفي تجرياني. فمسكوه وذبحوه وشووه. يقول أحد العرب القدماء أنه ذهب لمنطقة في اليمن تسمى شحر، ونزل عند أحد الأشخاص المهمين، فقعد معاه كم من يوم، ويوم من الأيام قال ذكرت عند الشخص المستضيفني النسناس، وقال لي نحن نصيده وناكله، وهو دابة له رجل واحدة ويد واحدة وكل أعضائه منها واحدة. فقلت أنا والله أحب أن أراه. فقال الرجل لغلمانه صيدوا لنا منه. يقول صاحب القصة في اليوم اللي بعدها الغلمان جابوا شيء له وجه كوجه الإنسان، إلا أنه نصف وجه، وله يد واحدة في صدره ورجل واحدة. التفت علي وقال أنا بالله وبك، يعني قاعد استجير فيه. فقلت للغلمان فكوه أطلقوه. فقالوا لي الغلمان لا يغرك كلامه، فهذا هو طعامه. أصر الرجال على الغلمان ليه ما أطلقوه، وأول ما فكوه ركض كالريح من سرعته. جاء وقت الغداء وجاء شخص المستضيف وقال لغلمانه أنا ما قلت لكم صيدوا لنا نسناس على الغداء؟ قالوا فعلنا بس ضيفك خلانا نطلق صراحة. فضحك وقال لصاحب القصة والله خدعك، وأمر أنهم يروحوا يصطادوا واحد ثاني، فاصطادوه وشوه. يقال أن النسانيس فيها شيء من الغباء، فأحد الأيام طلعت مجموعة من الأشخاص لاصطياد النسانيس، فشافوا 3 نسانيس هربوا، ولكنهم قدروا يمسكوا واحد، والاثنين الثانيين اختبأوا بين الأشجار. أحد الصيادين ذبح النسناس اللي مسكوه وقال والله إن هذا لسمين أحمر الدم. فتكلم أحد النسانيس المختبئ وقال إنه قد أكل من حب الضرو وسمن، والضرو هي نبتة. فلما تكلم عرفوا مكان اختبائه ومسكوه. فقال أحد الصيادين والله ما أحسن الصمت، هذا لو لم يتكلم ما عرفنا مكانه.
فقال النسناس الثالث المختبئ بين الأشجار: فها أنا صامت لما أتكلم. فمسكوه هو بعد وذبحوه وأكلوا لحمه. وآخر قصة يروي شخص اسمه الحسام بن مقداد عن أبيه عن جده، فيقول إنه كان عنده أخ أصابه الفقر وله أبناء عمومة في منطقة الشحر، فراح لهم يتلمس منهم الخير، وفعلا أكرموه وأحسنوا إليه. فجاء يوم وقالوا له اطلع معانا للصيد وتفرج، وفعلا وافق الرجل وراح للصيد. فمروا على منطقة فيها نباتات وقالوا له وقف هنا برا المنطقة، ودخلوا داخلها. ولا بعد شوي يقول الرجل: خرج لي شيء على صورة إنسان بنص لحية وعين واحدة ورجل واحدة، وهو راكض باتجاهي ويقول: الغوث الغوث، يعني النجدة، الطريق الطريق. فخفت منه وهربت، ولما تجاوزني سمعته يقول: أين من الموت المفر، حذرت لو يعني الحذر، هيهات لن يخفي القدر، من القضاء أين المفر. طلعوا أبناء عمومته من مكان النباتات وقالوا له: وين الصيدة اللي خليناها تركض باتجاهك عشان تمسكها؟ فقال لهم: أما الصيدة فما شفتها. ووصف لهم الشيء الغريب اللي كان راكض باتجاهه، فضحكوا وقالوا له: هذه الصيدة اللي قاعدين نتكلم عنها. فقال لهم: يا سبحان الله، أنتوا قاعدين تأكلوا الناس، هذا يتكلم ويقول الشعر. وقال لهم: هل هذا حلال؟ فوضحوا له أنه مو إنسان، وأن له كرش وهو يجتر، وهذه من صفات الحيوانات اللي حلال أكلها والله أعلم. تم ذكر النسناس في كثير من الكتب العربية، مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير، تاريخ الأمم والملوك، تاريخ الطبري، معجم البلدان لياقوت الحموي، المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين الأبشيهي. في كثير من الكتب العربية غير النسناس فيها معلومات غريبة عن الأراضين السبعة وعن المخلوقات اللي تسكن فيها وأوصافهم. والحين إيش هو أصل مخلوق النسناس؟ يقال أن مخلوق النسناس أو أمة النسناس كانوا في الأصل بشر، أبناء أميم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام، وكانوا من قوم عاد، فأهلكهم رب العالمين بسبب طغيانهم وتجبرهم، وبقى منهم فئة قليلة فمسخهم الله وأصبحوا يعرفوا بمخلوقات النسناس. وهذا الفيديو إهداء لعبد المجيد العمري، واللي نسى اللايك يضغطها ويشترك في القناة. وفي أمان الله.